مرحبا، ستتعرف في هذا الفيديو على حقوق وواجبات طالبي اللجوء والأشخاص المعترف بهم كلاجئين في البرازيل. هل تعاني بلدك من حالة انتهاك خطير وواسع النطاق لحقوق الإنسان مثل الحرب أو النزاع المسلح أو الهجوم الخارجي ولا تشعر بالحماية هناك؟ أو هل كان عليك مغادرة وطنك لأنك تعرضت للاضطهاد؟ وهل كان هذا الاضطهاد بسبب عرقك أو دينك أو جنسيتك أو انتمائك لفئة اجتماعية أو بسبب رأيك السياسي؟ إذا عدت إلى وطنك فهل يمكن أن يستمر الاضطهاد وهل حياتك أو سلامتك الجسدية في خطر؟ حسناً، يمكنك التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية والاعتراف بك كلاجئ في البرازيل. أنا أعمل في مكتب المحامي العام وأنا هنا لمساعدتك. للتقدم بطلب لجوء في البرازيل تحتاج إلى التسجيل في المنصة الرقمية لكوناري، اللجنة الوطنية للاجئين. هذه المنصة تسمى سيس كوناري. هناك يجب عليك ملء نموذج ببياناتك الشخصية. اكتب قصتك بأكبر قدر ممكن من التفاصيل وأبلغ عن بريدك الإلكتروني وعنوانك ورقم هاتفك، ولتعلم أن هذه العملية برمتها مجانية. بعد ملء النموذج عليك الذهاب إلى الشرطة الفيدرالية لاستكمال طلبك. قبل أن تذهب إلى الشرطة الفيدرالية لاستكمال الطلب، لن يتم اعتبارك طالب لجوء. هناك سوف يتم تسجيل طلبك، ومن ثم تحصل على بروتوكول اللجوء ووثيقة هوية شخصية خاصة بطالب اللجوء في البرازيل. تتم طباعة البروتوكول على ورقة ويمكن تجليدها بواسطتك فيما بعد. يجب عليك أيضاً طلب وثيقة مؤقتة لسجل الهجرة الوطني DPRNM، ومن المهم جداً طلب كلا المستندين وأحدهم لا يحل محل الآخر. منذ هذه اللحظة أصبحت طالب اللجوء. إضافة لذلك لديك حقوق وعليك واجبات مثل أي مقيم في البرازيل. حقوقك هي لا يمكن طردك أو ترحيلك. بصفتك طالب لجوء لن يتم معاقبتك لدخول البلاد بشكل غير قانوني. يمكنك طلب تسجيل دافع الضرائب الفردي CBF الخاص بك. سوف تكون قادراً على التسجيل في تطبيق بطاقة العمل الرقمية. ستتمكن من فتح حساب مصرفي إذا تم استيفاء متطلبات المؤسسة المالية المختارة. يحق لك الحصول على تعليم عام مجاني وعلاج طبي مجاني ضمن شبكة الصحة العامة البرازيلية. يحق لك الحصول على خدمة كراس، وهي خدمة مساعدة اجتماعية مجانية. ستتمتع أيضاً بخدمات الضمان الاجتماعي طالما أنك تساهم فيه. عليك أن تدرك بأن الصحة العامة والتعليم العام والمساعدة الاجتماعية كلها مجانية. سيكون لديك حق الانتفاع بخدمات الضمان الاجتماعي فقط إذا ساهمت شهرياً. أخيراً، ستتمكن أيضاً من التنقل بحرية في جميع أنحاء الأراضي البرازيلية. بصفتك طالب لجوء لديك أيضاً واجبات معينة يجب احترامها. قم بتجديد بروتوكول اللجوء الخاص بك سنوياً. إذا كان لديك أيضاً DPRNM فسيتم تجديده تلقائياً مع البروتوكول. هذه الوثيقة صالحة لمدة عام واحد وتحتاج إلى التجديد في الشرطة الاتحادية في غضون 6 أشهر من تاريخ الانتهاء. إذا لم يتم تجديدها سوف يتم إنهاء عملية اللجوء دون تحليل من قبل الكوناري، ويكون الشخص الذي يطلبها غير قانوني في البرازيل. لمزيد من المعلومات حول التجديد، راجع موقع الإنترنت الخاص بالشرطة الفيدرالية. قم بالدخول إلى موقع الإنترنت الخاص بمنصة سيسكوناري مرة واحدة على الأقل شهرياً لمشاهدة الإخطارات. احتفظ دائماً ببياناتك الشخصية محدثة على منصة سيسكوناري، خاصة عند تغيير رقم هاتفك أو عنوانك. إذا اضطررت إلى عدم حضور أول مقابلة مجدولة، أبلغ كوناري. إذا كنت
مضطراً إلى السفر خارج البرازيل أثناء دراسة الطلب. أبلغ كوناري قبل 60 يوماً من السفر وانتظر الرد. قد يؤدي عدم الامتثال لهذه الواجبات إلى إغلاق ملفك، وسيخضع الطلب الخاص بك لقانون الهجرة. إضافة إلى ذلك، تتوقف معاملة طلبك وتخرج من قائمة انتظار التحليل. الخطوة التالية في عملية اللجوء هي مقابلة الأهلية مع ممثل كوناري. في هذه المرحلة يجب أن تشرح بالتفصيل الأسباب التي دفعتك إلى مغادرة بلدك الأصلي. شاهد الفيديو مع إرشادات حول المقابلة وتعرف على كل التفاصيل خطوة بخطوة. للوصول إلى صفحاتنا، من يقرر الاعتراف بوضعك كلاجئ هو كوناري، وهي هيئة جماعية مكونة من ممثلين حكوميين وغير حكوميين. بعد هذا القرار، يستلم المتقدمون إشعاراً يوضح ما إذا كان قد تم الاعتراف بهم كلاجئين أم لا. يجب على الأشخاص المعترف بهم كلاجئين تحديد موعد مع الشرطة الفيدرالية في منطقتهم من أجل استبدال البروتوكول لبطاقة تسجيل الهجرة الوطنية DPRN وCRNM. الأشخاص غير المعترف بهم كلاجئين لديهم 15 يوماً لتقديم استئناف إلى وزارة العدل، وأيضاً يجب تقديم الاستئناف إلى الشرطة الفيدرالية. أثناء تقييم الاستئناف، سيسمح لطالب اللجوء وأفراد الأسرة المدرجين في طلبه بالبقاء في التراب الوطني. بصفتك لاجئاً، ستستمر في الانتفاع بنفس الحقوق التي يتمتع بها طالبو اللجوء وأكثر. حقوقك الجديدة هي: ستحصل على تصريح إقامة في البرازيل لفترة غير محددة. عند السفر إلى الخارج، يمكنك العودة إلى البرازيل دون الحاجة إلى تأشيرة دخول. يمكن إصدار جواز السفر الأصفر للأجانب. يحق لبعض أفراد الأسرة الموجودين في البرازيل توسيع أثر وضعهم كلاجئين، بما يشمل أفراد الأسرة الموجودين في الخارج. قد ترغب في إصدار تأشيرة لم شمل الأسرة، مما يسهل دخولهم للبلاد. في بعض الحالات، ستتمتع بالمرونة لعدم تقديم بعض المستندات من بلدك الأم. بعد مرور 4 سنوات من طلب اللجوء الخاص بك، ستتمكن من التقدم بطلب للحصول على الجنسية وستصبح برازيلياً. سيكون عليك أداء بعض الواجبات أيضاً، وهي تجديد CRNM الخاص بك عندما يقترب من تاريخ انتهاء الصلاحية. حافظ على معلومات الاتصال الخاصة بك محدثة مع الشرطة الفيدرالية وكوناري. اطلب تصريح السفر من كوناري عند السفر إلى بلدك أو السفر إلى أي بلد لأكثر من 12 شهراً أو استخدام جواز سفر بلدك الأصلي. وانتبه، إذا لم تطلب إذن كوناري في واحدة من هذه المواقف الثلاثة، فإنك تخاطر بفقدان وضعك كلاجئ ليتم دراسة ملفك من جديد في إجراء محدد. إذا كانت لديك أسئلة في أي من خطوات العملية، فلا تتردد بالاستفسار. اتصل بالتنسيق العام لكوناري أو ابحث عن المحامي العام الفيدرالي في منطقتك DPU. سنكون متاحين لمساعدتك في كل ما تحتاجه.